أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى ومقال الكاتب علي حسين حول فشل كل الانتخابات والعملية السياسية في العراق بعد عام 2003. يضيف الكاتب: قال لي أحد الزملاء: لماذا أنت متشائم ونحن على أبواب انتخابات لمجالس المحافظات وربما تحل لهذا الشعب التغيير الذي نادى به شهداء تشرين؟ قلت له: أنا متشائل على طريقة الكاتب الفلسطيني الراحل أميل حبيبي ومثل بطل روايته أبي سعيد، أريد الاحتراس أو ألا احترس بكلامي، وأنا أوجه خطابي للعديد من الساسة الذين يعتبرون الاقتراب من قلاعهم جريمة ويضيف أو جريمة ومؤامرة على العراق. يضيف الكاتب: نحن بصدد انتخابات لن تأتي بجديد، وسيبقى النظام الذي يصفق للمحسوبية والانتهازية. منذ سنوات وبالتحديد منذ سنة 2003 والجميع يتحدث عن مشاريع التغيير والانتخابات النزيهة والوجوه الذي ستملأ البرلمان خيراً والمقاعد التي ستبتعد عن الطائفية، لكن المواطن يعرف جيداً أن ما يقال على الفضائيات والمهرجانات الخطابية لا يعد كونه مجرد كلام. الذي أعرفه خلال 18 عاماً عشناها مع الخراب أن القضية لم تعد مجرد تغيير وإصلاح، بل إنقاذ العراق. وقد أعطيت نفسي أكثر من فرصة أتفائل فيها بما سيفعله السادة المسؤولون الأفاضل، وكنت مراهناً نفسي على أن البعض منهم سيخلع معطف الطائفية ويرتدي ثوب رجل الدولة، ويبدو أن المتشائم انتصر في النهاية وخسرت الرهان، مثل كل مرة أراهن فيها على مسؤول عراقي. للأسف الجميع ينسى أن صناعة الفشل لا تقل خطراً على العراق من صناعة الإرهاب. الثانية تضرب في الدولة على أمل إسقاطها بالقاضية، لكن الأولى تجعلها تتآكل من الداخل حتى يجد المواطن نفسه أمام مؤسسات حكومية عاجزة عن الوفاء بأي التزام، لأن التزامها الوحيد هو للطائفة والعشيرة وليس للمواطن. كشفت دراسة أجرتها منظمة الهجرة الدولية عن أن هناك دوافع رئيسة شجعت ملايين من العراقيين للبحث عن لجوء في بلدان أوروبية وغربية أخرى خلال السنوات الأخيرة الماضية، تمثلت بالبطالة أو البحث عن الأمن. وبيّنت الدراسة أن من استقروا في الخارج وحصلوا على لجوء يقدر عددهم بأكثر من 2 مليون شخص، في حين أنه اعتباراً من كانون الأول عام 2022 عاد ما يقرب من 5 ملايين مهاجر عراقي من بلدان الغربة إلى الوطن لأسباب تتعلق بعدم حصولهم على إقامة أو مواجهتهم ظروفاً معيشية صعبة أو عدم تأقلمهم مع الوضع أو الافتقار إلى فرص العمل هناك. وكانت فنلندا وألمانيا أكثر البلدان تفضيلاً بالنسبة للمهاجرين للاستقرار فيها. حملت الدراسة التي نشرتها المنظمة عنوان العودة من الخارج، تجارب واحتياجات المهاجرين العائدين للعراق، واستندت فيها على استطلاع آراء 420 مهاجراً عادوا إلى البلد بعد عيشهم لفترة في ألمانيا وفنلندا واليونان، وأكدت أن الدافع الرئيس للهجرة إلى أوروبا كان الوضع الأمني والبطالة. وتذكر الدراسة أن نصف الذين استطلعت آراؤهم من العائدين أشاروا إلى أنهم سيحاولون الهجرة مرة أخرى من العراق خلال 6 أشهر القادمة من آخر جولة استطلاع نهاية عام 2021. وعند الاستفسار منهم عن السبب وراء نيتهم الهجرة مرة أخرى، عزا غالبيتهم السبب للافتقار إلى فرص العمل والبطالة. وحسب منظورهم فإنه لا يوجد مستقبل واعد لهم في العراق مع الافتقار إلى الأمن. ووفقاً لتقديرات وكالة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ومؤشر الهجرة الدولية لعام 2020، فإنه يوجد هناك ما يقارب من 2.1 مليون مهاجر عراقي
في الخارج. وإلى صحيفة الاندبندنت ومقال الكاتبة هدى رؤوف بعنوان تحركات القوات الأمريكية في العراق، استهداف لإيران أم تنسيق معها؟ سارت العلاقات بين واشنطن وطهران في الأشهر الأخيرة على نحو صدامي في سوريا والعراق، وتكثيف قوات واستعراض قوة في مياه الخليج العربي بالتوازي مع محادثات سرية نتج عنها الإفراج عن مسجونين أمريكيين معتقلين في السجون الإيرانية مقابل الإفراج عن أرصدة مالية لإيران في بنوك كوريا الجنوبية. تضيف الكاتبة أربعة متغيرات مرت بهذه العلاقة الأمريكية الإيرانية هذا العام. المتغير الأول الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في سوريا، الثاني الحشد والحشد المضاد في مياه الخليج، والثالث التفاهمات السرية التي انتهت بصفقة الإفراج عن السجناء الأمريكيين، والرابع تحركات أمريكية في العراق لم تستنفر إيران أو أي من ميليشياتها. إذا كانت تحركات القوات الأمريكية تستهدف الوجود الإيراني في سوريا، لماذا لم تحرك ميليشيات إيران في العراق وسوريا ولم تقم بالرد ولم تشن هجمات ضد القوات الأمريكية؟ ولماذا حدثت التحركات في أعقاب إعلان الصفقة الأمريكية الإيرانية الأخيرة؟ ذكرت كثير من التقارير أن القوات الأمريكية أرسلت مركبات مدرعة إلى الحدود السورية، حيث دخلوا من الجانب العراقي وتمركزوا بالقرب من مدينة القائم المتاخمة لمدينة البوكمال الحدودية على طول نهر الفرات. في تلك الأثناء لم تتحرك الميليشيات التابعة لإيران سواء الموجودة في العراق أو في سوريا، وسكونها يعني أن تلك التحركات لا تشكل تهديداً لها. قد تكون إيران جزءاً من الأهداف، لكن الهدف الرئيس لواشنطن قد يكون روسيا، وتكون تلك التحركات بالتنسيق مع إيران. السيناريو المرجح هنا في ظل ما سبق هو أن تحركات القوات الأمريكية في العراق نحو الحدود السورية التي لم تستفز الميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا تمت بالتنسيق بين الطرفين أثناء التفاهمات السرية أخيراً، وأن الهدف الاستراتيجي للتحركات الأمريكية هو تغيير قواعد الاشتباك مع الروس في سوريا، وربما مستقبلاً قطع طريق الإمداد الإيراني باتجاه سوريا ولبنان عبر الأراضي العراقية. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً لمدير مكتبها في اسطنبول كريم فهيم، قال فيه أنه خلال زيارة قام بها ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى معبر باب السلام الحدودي، وهي أول رحلة يقوم بها مشرعون أمريكيون إلى سوريا منذ عام 2018. وكان الهدف من الزيارة إظهار التضامن مع الأشخاص الذين يعيشون في ظروف بائسة في مناطق تقع خارج سيطرة النظام السوري. ولكن بمقاييس الزيارات الرسمية كانت تلك الزيارة سريعة جداً، إذ استمرت نحو نصف ساعة على مرمى البصر من الحدود التركية بسبب مخاوف أمنية بحسب منظمين. جيران سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط بما في ذلك أولئك الذين سلحوا المعارضة ذات يوم يراهنون على بقاء الأسد، إما بتطبيع علاقاتهم مع نظامه أو الإشارة إلى نيتهم القيام بذلك. ويكمن وراء إصلاح العلاقات الإحباط من أن الحرب التي لا نهاية لها في سوريا تظل مصدراً رئيساً لعدم الاستقرار الإقليمي. وقال النائب فرينش هيل في مقابلة بعد الرحلة بصفة أحد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فأنا غير متأكد من سياسة إدارة بايدن تجاه سوريا أو أهدافها. وقال إن زيارته إلى سوريا إلى جانب رحلات أخرى إلى عواصم إقليمية خلال الأشهر القليلة الماضية بما في ذلك بغداد والرياض تساعدني في التفكير في الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها، وما هي الطريقة الصحيحة لصياغة نهج لمقاربة الصراع. وقال هيل إنه حتى مع اختصار رحلته تمكن وفد الكونغرس من مقابلة الأشخاص الذين كانوا يعتزمون رؤيتهم في سوريا بما في ذلك عمال الإنقاذ المعروفون باسم الخوذ البيضاء وأعضاء المعارضة السياسية السورية،
وهم جزء من الأصوات المناصرة لمقاربات مختلفة للصراع. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أعده كونستانت ميهيو، قال فيه إن روائياً كتب عن الاستعمار الفرنسي للجزائر تحول إلى نجم مشهور، وبخاصة روايته الأخيرة وهو ما يشي بتغيير الوقت. ويعتبر الاهتمام برواية بيلزي تحولاً، فقد ظل يكتب لسنوات عن الجزائر، بل واعترف بالعنف الذي ارتكبته فرنسا هناك، كأنه كان صوتاً وحيداً يغرد خارج السرب. وظل الروائي الفرنسي جيرارد مارشال برينسيو ينشر تحت اسم مستعار وهو ماتيو بيلزي، وقضى 15 عاماً يكتب عن سنوات الاستعمار الأولى وبمجهولية تامة. وقد تغير حظه بروايته الرابعة الهجوم على الأرض والشمس، والتي تعيد حكاية الاستعمار الفرنسي الوحشي للجزائر في القرن 19، ونشرت العام الماضي، وأصبحت شهرتها مفاجأة في بلد ظل يتجنب أو يفضل نسيان تاريخ الفترة الاستعمارية للجزائر. وقد حاز الكتاب على جائزة مرموقة، كما بيع منه نحو 90,000 نسخة. نسيان الفرنسيين الماضي واضح في حالة الجزائر التي استعمرتها فرنسا 132 سنة قبل أن تخرج منها في حرب الاستقلال الدموية التي خلفت ندوباً عميقة. وفي مشهد من رواية بيليزي يصف فيه الجنود الفرنسيين وهم مسرعون نحو قرية جزائرية في المناطق الجبلية مع حلول الظلام، وكانوا مسلحين بالحراب وقتلوا السكان الذين تجرؤوا على المقاومة، وبعجوا بطونهم ورفعوهم عن الأرض مسافة ذراع مثل الدجاج المشوي، ثم قاموا بالنهب واغتصاب النساء، وتركوا الناجين يموتون من البرد في العراء. ويخبر الكابتن جنوده: أنتم لستم ملائكة. وردوا: هذا صحيح كابتن، لسنا ملائكة. وبدأ غزو فرنسا للجزائر سنة 1830 كحملة عسكرية استكشافية عقابية ضد مدينة الجزائر التي كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وبعد خلاف دبلوماسي. لكن الحملة تحولت إلى عملية استعمار شامل استمرت قرناً من الزمن. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نشرت وكالة الأنباء السعودية صوراً حديثة من محافظة الطائف مع بداية موسم الهطول المطري هناك، حيث تفجرت الينابيع وامتلأت برك المياه العذبة. وتجتذب المحافظة هواة المغامرات الجبلية بسبب تنوع المناظر في المنطقة،
وأماكن تجمع الأمطار في الأودية والشعاب. وقالت الوكالة إن المحافظة تشهد هذه الأيام أجواء معتدلة مع بداية هطول المطر في منتصف آب الجاري، وتفتح الأزهار والنباتات العطرية فيها. لم يحالف الحظ جوجل عند طرحها للحواسيب اللوحية في الماضي، ورغم النجاح الملحوظ الذي حققته الشركة الأمريكية عند إطلاق الحواسيب اللوحية أو اللوحي قبل 11 عاماً نكسس 7. وعادت جوجل إلى سوق الحواسيب اللوحية مؤخراً، وأعلنت طرح جهاز بيكسل الجديد المزود بنظام أندرويد، ويشتمل على قاعدة شحن مغناطيسية دوك، والتي لا يقتصر دورها على إمداد الحاسوب اللوحي بالتيار الكهربائي، ولكنها تعمل أيضاً على تحويله إلى شاشة ذكية. وبدون قاعدة الشحن المرفقة يبدو جهاز جوجل بيكسل مثل أي حاسوب لوحي عادي، ويتوفر بالأبيض البورسلين والأخضر الرمادي البندقي، ويمتاز بجسم متين للغاية مصنوع من الألومنيوم بالكامل، ومغطى كذلك بمادة النانو سيراميك التي تمنحه مظهراً أنيقاً، علاوة على مقاومة الخدوش ولا تظهر عليه آثار بصمات الأصابع. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. في طائرة محترقة كانت نهاية الملياردير المغامر يفغيني بريغوجين، وربما انتهت بمقتله حقبة فاغنر بنمطها الجامح تحت قيادته، لتبدأ مرحلة جديدة للمجموعة العسكرية المعتمدة على المرتزقة، والتي كان ينظر لها كقوة موازية للجيش الروسي أو كذراع إضافي للكرملين ينفذ بها ما لا يشاء أن تحسب عليه رسمياً من عمليات مشبوهة خارج الحدود الروسية. وما بين أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي المجموعة بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية بعد مصرع بريغوجين المتمرد، تقارير صحفية عن إعادة هيكلة فاغنر وترويض قياداتها، تتزايد التساؤلات بشأن مصير المجموعة العسكرية الخاصة وحدود دورها وصلاحياتها داخل روسيا وخارجها. فما مستقبل فاغنر كمنظومة عسكرية بعد بريغوجين؟ وما الدروس المستفادة لبوتين في التعامل مع طموحات المجموعة وولاءاتها بعد تمرد قياداتها عليه؟ وما آفاق نشاطها خارج الحدود، خصوصا في أفريقيا التي شكلت فيها مخلب الدب للمصالح الروسية؟ نحاول الإجابة في قصتنا. في 23 من أغسطس آب الماضي، وفي تفار على بعد 300 كيلومتر شمال غربي موسكو، احترقت طائرة خاصة كانت تقل يفغيني بريغوجين وبعض كبار معاونيه إلى سان بطرسبرغ. تتردد شائعات ثم يتأكد مقتل قائد فاغنر ومالكها، ويتواصل التحقيق في أسباب الحادث الغامض، وسرعان ما تتصاعد التساؤلات حول مستقبل المجموعة. زيارة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيغيوف كوروف إلى بنغازي قبل ساعات من مقتل زعيمها المتمرد، حملت قدرا من الإجابات حين طمأن قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بأن مقاتلي فاغنر سيبقون في البلاد، لكن تحت سيطرة موسكو وتحت قيادة جديدة. الاجتماع الذي أعقب تمرداً لم يكتمل لبريغوجين وقواته يحمل دلالات على تمسك روسيا بالمنظومة التي رعتها، لكن بصيغة معدلة تضفي عليها صبغة ولاء لسيد الكرملين، ترجمها المرسوم الذي وقعه الرئيس بوتين مؤخراً، ملزماً فيه عناصر فاغنر أداء القسم على غرار ما يقوم به جنود الجيش النظامي، متعهدين بالإخلاص والوفاء لروسيا والامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين. وهو ما وكب بحث بوتين عن خليفة لطباخه المتمرد، الذي ربما توهم أنه لا يوجد من يحل محله في قيادة شبكة معقدة من المرتزقة والمستشارين السياسيين وشركات التعدين،
لكن الرئيس اختار أندريد روشيف الذي نال أرفع الأوسمة لخدمته العسكرية في أفغانستان ولعملياته الخاصة في سوريا ليكون القائد الجديد لفاغنر التي تبدو وكأنها على أبواب حقبة جديدة مفتاحها الولاء التام للقيصر. روسيا الساعية للسيطرة على كنوز أفريقيا والاستفادة من جغرافيتها السياسية في الصراع مع الغرب أبرمت سابقا اتفاقيات مع عدد من دول القارة السمراء لتأمين مناطق تنشط فيها النزاعات المسلحة وللمحافظة على الثروات الموجودة فيها. ليبيا من 2019 ألف عنصر من مرتزقة فاغنر ساعدوا فصيل حفتر في هجومه على طرابلس وقاموا بحراسة منشآت عسكرية ونفطية شرق ليبيا. أفريقيا الوسطى من 2018 انتشروا عناصر فاغنر للدفاع عن حكومة الرئيس فوستن تواديرا من هجمات المتمردين على العاصمة بانغي. حصلت شركات تابعة لفاغنر على حقوق مفتوحة في استغلال الغابات والسيطرة على منجم ذهب ندى سيما. الموزمبيق منذ 2019 تقدمت فاغنر للمساعدة في محاربة عناصر داعش في مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية لكنها فشلت في احتواء التمرد وانسحبت بعد بضعة أشهر. السودان منذ 2017 تقدم فاغنر خدمات تدريب وحراسة الموارد المعدنية وكانت تزود ميليشيا قوات الدعم السريع بالصواريخ في حربها الدائرة ضد الجيش السوداني. وفي الختام تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.